اللهم إنا نسألك رضاك ثم رضا الوالدين. اللهم أسعد والدينا واغفر لوالدينا وارحم والدينا وتحنن على والدينا. اللهم اجعلنا من أحب الأبناء إلى والدينا. اللهم اجعلنا ممن أحب والديه وأسعد والديه وحفظ والديه ووسع على والديه. ولا تجعلنا ممن أساء إلى والديه وأشقى والديه وضيع والديه وبخل على والديه. إلهنا أتيناك في هذه الليلة بعقوقنا فأتنا بعفوك ومغفرتك. اللهم ردنا إلى والدينا ردا جميلا ووفقنا لاستدراك ما بقي من أعمارهم وأعمارنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم املأ قلوبهم حبا لنا ورضا عنا وقربا منا ولطفا بنا وتغاضيا عن تقصيرنا. اللهم اجعل والدينا قرة عين لنا واجعلنا لوالدينا قرة عين واصرف عنا وعنهم السحر والحسد والعين. اللهم اجعلنا ممن يخفض لهم الجناح ولا نسمعهم كلمة أف ولا أصغر من ذلك ولا أكبر. اللهم ارزقنا شرف صحبتهم وأعزنا بخدمتهم وأكرمنا بقربهم وشرفنا بلذة النظر إلى وجوههم والفوز بصالح دعائهم. واجعلنا ننفق على والدينا إنفاق من لا يخشى الفقر برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنزل على والدينا سعادة نرى أثرها في وجوههم وتقي يملأ قلوبهم وصحة تملأ أجسادهم ونورا يملأ محياهم. اللهم اجعلنا لا نتكلف برهم لا نستثقل أمرهم لا نمل حديثهم. واجعلهم أولى بنا من أنفسنا وأهلينا وذرياتنا وأموالنا وجميع أشغالنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لإجلال والدينا والسؤال عنهم وتحسس حاجتهم وتلمس رغباتهم والسعي الحثيث لإسعادهم. إلهنا لا تدع لوالدينا في هذه الليلة ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا حزنا إلا أذهبته ولا حزنا إلا أذهبته ولا بأسا إلا صرفته برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا في هذه الليلة أجمعين وهب المسيئين
المتقين منا للمحسنين واغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين إلهنا وسيدنا نسألك في هذه الليلة المباركة اللهم اجبر كسر من فقد أمه واجبر كسر من فقد والده اللهم ارحم من مات من والدينا اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة اللهم اجعل روحه في عليين اللهم اضحكه في قبره في هذه الساعة يا رب العالمين اللهم افتح لهم بابا إلى الجنة اللهم حرم على النار أن تمس والدينا وحرم على النار أن تلفح وجوه والدينا اللهم يا الله اللهم لا تجعلنا ممن يعق فيعق أو يهجر فيهجر اللهم وفقنا وزوجاتنا وأبنائنا لبر والدينا اللهم وفقنا وزوجاتنا وأبنائنا لبر والدينا وارزق والدينا حب زوجاتنا وأبنائنا اللهم لا تجعلنا ممن يرفع عليهم يدا أو يرفع عليهم صوتا اللهم تجاوز عمن ألجأته الحاجة للبعد عن والديه اللهم وفقه لحسن السؤال عنهم والإنفاق عليهم والدعاء لهم اللهم أحسن خاتمة والدينا إلهنا لا تجمع لهم بين عناء الدنيا وشقاء الآخرة اللهم إنا نستودعك والدينا أحياء وأمواتا اللهم أمنهم يوم بعثهم بيض صحائفهم ثقل موازينهم اللهم اقبل قليلهم وتجاوز عن كثيرهم واجعل الحوض موردهم ونبينا ساقيا لهم وشافعا لهم واجعل ظلك الظليل ظلا لهم يا الله يا الله زف والدينا إلى الجنة زفا ومتعهم بالنظر إلى وجهك الكريم بكرة وعشيا اللهم اجعل دعاءنا لوالدينا سببا في رضاك عنا وعتق رقابنا وشفائنا من أمراضنا وصلاح حالنا وأحوالنا اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والحاضرين والحاضرات والمؤمنين والمؤمنات وخص منهم الآباء والأمهات اللهم اغفر لكل أب وأم حضر جمعنا هذا اللهم اغفر لكل أب وأم حضر جمعنا هذا اللهم تقبل دعاءنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارحم الشيخ زايد والشيخ مكتوم ومن انتقل إليك من حكام الإمارات اللهم بارك في شيخنا وولي أمرنا ورئيس دولتنا خليفة
بن زايد. اللهم يا رب الخير وفقه لكل خير وأسمعنا عنه كل خير. اللهم واحفظ حكام إماراتنا وبارك في محمدنا ومحمدنا وارحم شهداءنا وكن في عون جنودنا ورجال أمننا وأطبائنا وأدم أمننا وسعادتنا واكفنا شر من بالسوء أرادنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك وزد وأنعم على نبينا محمد ملء الدنيا والآخرة وسلم تسليما كثيرا.